حسيت قصة أو قطعة ممكن إنه نتعرض لها. إذا مثلا إجتكم قصة أو قطعة تكونون قادرين على أنه تحلون الأسئلة اللي تأتي من بعدها. أوكي. بس الملف واضح، ما بي مشكلة، مو صحيح، خليني أتأكد منكم أن الملف واضح. واضح، أوكي، جيد. الموضوع we're going to tackle one main subject بس موضوع واحد one main subject in this lecture and it is not a complicated one ليس موضوع معقد موضوع some و any عندما تأتي أو some و any أو no عندما تأتي مع عبارات أخرى وتملك معنى مختلف لازم نعرف معناها ولازم نعرف أي نوع من الجمل تيجي هاي الكلمات تمتزج مع كلمات أخرى وتكون ضاعت معنى مختلف وراح تكون تتوفر ممكن تتواجد نوع خاص من الجمل ما ممكن تتوفر بغيرها some any and no compounds كلمات مركبة The words some, any, and no are often combined with the words body, one, where, and thing to form a series of commonly used compound nouns, including something, nothing, anything, which are used to refer to identify identified singular or plural nouns. هاي العبارات some, any, and no ممكن تجي مع كلمات أخرى مثل body, one, where, thing حتى تصنع جملة أو كلمة مركبة مستخدمة من ضمنها something مثل nothing, anything وغيرها هاي الأسماء تشير إلى أسماء مركبة أسماء مفردة أو أسماء جمع يعني تجي نيابة عن هاي الأسماء تجي كتعويض عن الأسماء المنفردة أو أسماء مركبة أو جمع قصدي جمع مفرد فالمفروض أنه نعرف كل واحدة منهن شنو معناها وبأي نوع من الجمل ممكن تجي somebody or someone هاي كلمتين somebody و someone هي كلمات تشير لمجموعة من الناس يعني شخص ما فيكون قدوم هاي العبارة أو هاي هذا ال word ال compound word where positive sentences مع الجمل affirmative يعني مع الجمل إيجابية يعني ليست جملة نفي أو غيرها مثل I met somebody at the party يعني التقيت بأحدهم في الحفلة بينما something تشير إلى أشياء وليس ناس أي لا ناس هاي تشير إلى أشياء أيضا في الجمل الموجبة أو الجمل الإثباتية أو اللي هي الأفيرماتيف الجمل المثبتة For example I need a drink I need to drink something أحتاج أن أشرب شيء ما جملة بها something اللي يشير إلى شيء وليس إلى شخص والجملة يجب أن تكون جملة مثبتة حتى يدخل بها something somewhere مكان ما refers to places تشير إلى أماكن في
وتيجي بيها جمل أيضا بالجمل المثبتة بالaffirmative sentences. For example, I want to go somewhere. أريد الذهاب إلى مكان ما. اثنين الأداتين anybody و anyone. لأن الأداتين يشيران إلى الناس وليس للأشياء. ويجن بمن بالجمل المنفية أو السؤال، يعني ما يجن ويا الجمل المثبتة، تجي يا ما ويا النفي يا ما ويا السؤال، ما تجي ويا الأفيرماتيف. على سبيل المثال I did not meet anyone at the party، هاي جملة نفي لأن يتواجد بها not، فممكن تتوفر بها، ممكن تجي بها هاي الكلمة anyone، أنا لم ألتقي بأي أحد في الحفلة. anyone هنا تشير إلى ناس لم ألتقي بأحد، وتكون تجي ويا من ويا جملة منفية ما دام بها نات، إذا هاي منفية. الجملة الثانية did you meet anybody at the party، هل التقيت بأحدهم في الحفلة؟ أيضا هنا anyone تشير إلى ناس، إلى إنسان وليس لشيء. وأيضا هنا الجملة ليست مثبتة لكن الجملة سؤال، ف anybody و anyone تشير لأشخاص لكن تيجي ما تجي بالجملة المثبتة، هكذا هي تختلف عن الجملة العبارات الأولى somebody or someone اللي يجن ويا المثبتة فقط، هنا ذني اثنين يجن فقط مع النفي والسؤال. anything لمن تشير إلى anything، تشير إلى الأشياء إلى شيء، وين تجي؟ تجي بالنفي والسؤال. عندنا الأداة اللي قبلها تشير إلى شيء هي something، تشير إلى شيء بس تجي وين؟ وهي الجملة المثبتة فقط. بينما anything تشير إلى شيء لكن تجي فقط بالسؤال والنفي، مثل I do not need to drink anything، ما أحتاج أشرب أي شيء. Do you need to drink anything، هل تحتاج أن تشرب شيء؟ هنا على anything اجت ويا الجملة السؤال والجملة النفي، هاي نفي نبي not، هاي سؤال. anywhere تشير الى place مكان، في هاي قبلها somewhere كانت تشير الى مكان لكن تجي ويا المثبت كانت. anywhere ايضا تشير الى مكان لكنها شنو؟ تجي مع النفي والسؤال فقط، مثل I do not want to go to anywhere أو to go anywhere، لا أريد الذهاب لأي مكان. Do you want to go anywhere، هل تريد الذهاب لأي مكان؟ Not anywhere تشير لمكان لكن شنو؟ تجي فقط مع النفي الجملة اللي هنا وتجي فقط مع السؤال. هذا اللي بعدها nobody or no one، احنا المفروض من عندنا انه نعرف كل واحدة منهن معناها شنو ووين تستخدم مع النفي والسؤال لو مع الجملة المثبتة، حتى بعدين نقدر نعرف شلون نستخدمها. nobody or no one لا احد refers to people تشير الى الناس، تجي بيمن بالpositive sentences but have a negative meaning. There is no item of the kind we are talking about, for example. هاي الكلمات تجي بالجمل اللي تكون جمل مثبتة، لكنها هي شنو؟ هي بالمعنى الجمل راح تصير شنو؟ منفية. Refers to people تشير للناس in positive sentences جمل إيجابية أو جمل مثبتة، لكن جمل شو راح يصير فيها؟ معنى نفي، يعني ما بيها not، هي كمظهر هي مو منفية لكن هي بالمعنى تكون منفية. There is no one here، من دخل هنا no one سواها منفية مع أنه الجملة ما بيها أداة نفي not. There is no one here، لا يوجد أحد هنا، أداة نفي بسبب
No one. Nothing. الأداة اللي بعدها تشير إلى الأشياء. أيضا نفس الشيء، أيضا تجيب جملة من يبقى الواحد يقول هاي جملة مثبتة لأن ما كنت ما كنا نفي، لكنها شنو هي بالحقيقة؟ تمتلك معنى نفي. There is nothing in the books. لا يوجد شيء في الصندوق. Nowhere أيضا شبيهة لدن الاثنين السابقاتها بس تشير إلى المكان. أيضا تجي مع جملة مظهرها يبدو كمظهر جملة مثبتة لكن هي تمتلك معنى نفي. هاي بالنسبة لأذني الأدوات، لازم نعرف كل واحدة منهن بأي وضع يجي. مثلا إذا جبت هيك جملة I met somebody، أقول لك somebody لو anybody at the party. هنا لازم تعرف إنه anybody تيجي فقط مع الجملة اللي بيها not النفي أو بالجملة السؤال، بينما somebody تجي ويا الجملة اللي تكون شنو جملة مثبتة، ف somebody تكون الجواب الصحيح وليس nobody. هذا الموضوع البسيط اللي قدمناه بالبداية. موضوعنا اللي نتكلم عنه هو القطعة، راح نقرأها ونجاوب على الأسئلة حتى نعرف كيفية قراءة قطعة أو قراءة قصة وفهمها، وأيضا كيفية الإجابة عنها. إذا ما عندكم سؤال. وإذا عندكم سؤال تكتبوه، إذا ما عندكم حتى نكمل. هاي القطعة راح نقرأها ونحاول نجاوب على الأسئلة اللي بعدها، فممكن أيضا أنتم تشاركون بعدين بالجواب على الأسئلة. Okay, anyway, so we're going to read the paragraph and then we're going to discuss the answers, the questions which follow the passage. Okay, من تجيك قطعة أي صورة؟ أنا ما رجعت، هسا رجعت، هسا بسرعة. أنت جيت قطعة كهذه القطعة مثلا ويجي بعدها أسئلة، فالمفروض نكون هنا بعلم عن معنى القطعة، معنى عام للقطعة قبل لا نبدأ نجاوب. فما يصير إذا أجتنا هيك قطعة إنه نجي بالبداية نباوع على الأسئلة. المفروض إحنا بالبداية نباوع على القطعة، نقرأها قراءة عامة، نفتهم المعنى العام، بعدين نبدأ نجاوب أو نشوف الأسئلة. المفروض إنه إحنا نعرف معنى الأسئلة قبل لا نجاوب حتى يصير جوابنا صحيح. القطعة عن شركة أبل وعن بيل غيتس. Within minutes of his death on October 5th of 2011 يعني خلال الدقائق من وفاته في 5 أكتوبر 2011، تويتر was overwhelmed with tributes from shocked fans.
يعني تويتر امتلأت ب تريبيوتس، يعني اهداءات وتعزيات من فانز، يعني الجماهير أو المحبين المصدومين، شاكت يعني مصدومين. أنا نتكلم عن ستيف جوبز حسب ما راح نشوف. In the hours and days that followed، في الأيام والساعات اللي تلت وفاته، thousands of people، آلاف من الناس، made their way to Apple، يعني مشوا إلى أبل، ووصلوا إلى أبل يعني شركة أبل headquarters، يعني لمحل تواجد أبل هي الشركة المقصود بها، مركز رئيسي للشركة in كاليفورنيا، في كاليفورنيا، and to Apple stores، وإلى محلات أبل، محلات شركة أبل right across the world، يعني حول العالم، to lay flowers، لكي يضعوا الزهور، and light candles، ويشعلوا الشموع، in a fitting tribute to this gadget guru. هاي القطعة كقطعة يعني غير مطلوبة من عندنا، لكنه احنا راح نتدرب على كيفية قراءة وحل القطع. مقصورة؟ خلي أشوف المشكلة، أعيد النشر، ما أعرف شنو المشكلة. المهم بعيد بس الصورة واضحة. أصلا ما تجي عليها، ما راح تجي عن هاي القطعة أسئلة بالامتحان، راح نجاوب بس مباشرة عن الأسئلة، ما نقرأ القطعة لأن أخذنا وقت بيها. أوكي يعني واضحة هسه، ماكو مشكلة. هسه اكو صورة صحيح؟ اكو. اوكي فمن نريد نجاوب على الأسئلة، اتمنى انه الصورة موجودة، ماكو مشكلة احد منكم. فمن تريد تجاوب على الأسئلة المفروض انت تعرف السؤال عن شنو يسأل،
عندنا نوع مختلف من الأسئلة. عندنا أسئلة مثل أسئلة WH question questions اللي هي تسأل عن شيء، وعندنا أسئلة تكون جوابها يا إما نعم يا إما لا، yes no questions. ذني يسمون WH questions الأسئلة اللي تبدأ بأدوات WH مثل when, where, who, why، حتى how اللي تبدأ بـ H من ضمن الـ WH questions. فلازم نعرف معنى كل أداة من ضمن الأدوات عن شنو يسأل حتى نعرف نجاوب. أوكي، مثلا هسه السؤال الأول، وين لازم تعرف معنى وين يعني متى، when and where يعني متى وأين، did the company begin، the company begin أين ومتى بدأت هذه الشركة، وين بدأت، لازم تدور بالقطعة. The college angles they found it. يقول هنالك وجدوا الشركة هاي المكان سيليكون فالي، هذا المكان يكون هو الجواب، انه اين وجدوها. بعدين يقول متى وجدوها، يعني لازم تعرف انه تبحث عن تاريخ اللي هو 1976 1976، من تقرأ التاريخ تقدر تقسمه الى قسمين، خاصة اذا يبدي ب 1900، مكان ما تكون 1976 تقدر تكون 1976. المهم المقصود هسه من تعرف السؤال شنو اللي يطلب منك، مثلا وين معناها متى بدأت الشركة، فأنت تقدر تدور بالقطعة على جواب للسؤال مالتك، وهو إنه تبحث عن شنو، عن زمن، هذا الزمن المذكور اللي هو 1976 1976. بلي لك سؤال، أعتقد بالغلط. بينما وير يسأل عن مكان، لازم تبحث عن مكان، مكان شنو، مكان نشأة الشركة فتلقاها. بينما مثلا إذا سؤال يبدي بهو من، لازم تبحث عن شخص هو فاوند إت، يعني قصد على الكومباني من وجد الشركة، وجدها الشركة يا هو ذول الاثنين ستيف جوبز اند ستيفن وزنياك. يعني المفروض انه تبحث عن اللي يريده منك بالسؤال، يقول لك هو يعني معناها من، جوابك يكون شخص، يعني يسأل عن شخص. Where did the name of company come from؟ Where عادة تجي معناها من أين، أيضا هنا جت من أين، يعني بس من أين كنوع مختلف، يعني يقول من أين أتى اسم الشركة، اسم الشركة منو اللي أو شنو اللي جاب الشركة، إنه مكتوب هنا الاسم جاء من ستيف جوبز favorite fruit، هذا كان فاكهته المفضلة لستيف جوبز هي التفاح فسموها باسمه. Why did the brand become a success؟ Why معنى لماذا؟ عادة جوابها يبدي because، يسأل عن سبب، فلازم انت تعرف السؤال يسأل عن سبب، لازم تسأل عن لازم تبحث عن جواب، انه ليش اصبحت ناجحة؟ لو كانت ناجحة بسبب دور raised capital by their most valued positions. It was the first home computer to be truly user friendly or as diverse the computer for the rest of us.
كانت ناجحة لأنه كانت أول حاسبة بيتية ممكن أن تسمى بـ user friendly، يعني صديقة للمستخدم، إنه حاسبة اللي صنعت لي أجلنا جميعا، مثل ما يقول الإعلان مالت the computer for the rest of us، لبقيتنا نحن جميعا. يعني هذا اللي ذكره بالقطعة، إنه كانت ممكن مساعدة للشخص، مساعدة للمستخدم. هاي بالنسبة للحاسبات البيتية. السؤال اللي بعده يختلف عن باقي الأسئلة اللي ذكرت الأربعة اللي فوق، يبدي بهاز. الهاز هذا حال is أو was أو are أو do. يكون سؤال مختلف جوابه يبدأ يا إما yes يا إما no، هذا يسمونه yes no question. يا إما يكون الجواب يبدأ بنعم أو لا. هل السؤال has the company's progress always been easy؟ هل كان النجاح والتقدم اللي حصلت عليه الشركة يعني تمت بسهولة؟ أكيد مثل ما يوضح بالقطعة، إنه بدوك بالجامعة وحصلوا على أعمال وتطوروا مهامهم قليلا قليلا، فيكون أكيد الجواب نو. تقدمهم كان لم يكن بالشيء السهل. السؤال السادس يشبه السؤال الرابع، بأنه شنو اللي يخلي هاي النوع من الأدوات اللي صنعوها special مميزة. What features of the product or company do people see as negative؟ ما هي سلبيات هذه البضائع أو الإنتاجات؟ هذه يعني كسؤال مرات تجي أسئلة عامة هنا سألها بالكتاب. What features of a product or company do people see as negative؟ ما ذكر هنا سلبيات الأدوات اللي صنعوها، فهاي تعتمد على الرأي الشخصي للقارئ، إنه مثلا تقدر تقول ممكن تعتمد على الرأي الشخصي للقارئ، إنه تقول أو صفحة أخرى، إنه أكو تكملة للقطعة. Apple's computer cost more than more PCs، يعني سعرها الغالي. هاي كجواب دي السؤال اللي السؤال السابع. السؤال الثامن، what are some examples of the company products؟ أمثلة لي هاي الإنتاجات الحاسبة اللي سووها، منو من أمثلتها؟ أمثلتها أول شيء مولتي كولر آي ماك in 1997، هذا نتاجهم الأول، أو the sleek new آي ماك in 2002. هاي أنواع الأشياء اللي ابتكروها. فالوات تسأل عن شيء يعني معناها ماذا، تختلف عن اللي why، تختلف عن ال where. كل واحدة لها نوع خاص من المهام، تسأل عن شيء خاص فيكون جوابها مختلف. كذلك الأسئلة اللي يكون جوابها يا أما yes يا أما no. المفروض عندنا إنه نعرف كل سؤال شنو اللي يطلبه قبل لا نجاوب. لازم نعرف معنى السؤال، وإلا إذا ما عرفنا معنى السؤال ما راح نعرف
أعطي الجواب اللي مطلوب. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لمحاضرة اليوم. إذا عندكم أسئلة يعني مثل ما قلت، هاي قطعة ما تعتبر قطعة تجعلها أسئلة، بس اقتصيتها أنا حتى نقراها ونحاول نجاوب على الأسئلة. هو جايب قطعتين عن شركتين، شركة ستاربكس اللي هي القهوة وشركة أبل، وسأل نفس الأسئلة عن القطعتين. فأكو بها أسئلة عامة وأكو أسئلة تستخرج من القطعة، بس احنا أخذناها كمثال ولكن غير داخلة بالامتحان. أوكي، إذا أكو سؤال نستقبله وممكن نجاوب على الأسئلة عن كل المحاضرات السابقة. إذا قريت ولقيت شيء مفهم ممكن نناقشه بالمحاضرة القادمة كمناقشة نسويها. So إذا ماكو سؤال نغلق المحاضرة. Okay. So see you next week. نشوفكم الأسبوع القادم. And I wish you all the best and goodbye.